صوفيا أو سفينة الأشباح. اختلفت الروايات والأقاويل حول قصتها اللغز التي شقت البحر المتوسط ليكتب لها القدر أن تجنح في هذا الشاطئ المعزول الذي أصبح اليوم مقصداً للمغامرين وحتى العائلات التي تأتي للاستمتاع بزرقة مياهه وليقص حكاية صوفيا على أطفالهم. تعددت الأساطير حول قصة هذه السفينة وتبقى الحقيقة واحدة، فلربما لم تمر عليك هذه الحكاية من قبل. إليكم ما جرى. في سنة 2008 ومع نهاية فصل الشتاء ودخول فصل الربيع تحديدا في شهر مارس، ضربت عاصفة هوجاء خليج قرباز بسكيكتا، حيث كانت السفينة المالطية صوفيا تمر من هنا وهي محملة بالبضائع. وبسبب هيجان البحر يومها والذي قاربت أمواجه 5 أمتار علقت قاعدتها في الرمال، عجز القبطان عن تحريكها، حيث طلب الإغاثة من البحرية الجزائرية التي أرسلت سفينة إنقاذ لإجلاء البحارة الذين كانوا يقبعون في داخلها. وللأسف ازداد الأمر تعقيدا بسبب سوء الأحوال الجوية مما أدى إلى غرق أحد المنقذين الجزائريين، وأصبح الخطر يحوم حول السفينتين، ما دفع البحرية الجزائرية إلى تعزيز عملية الإنقاذ واستدعاء سفينة أكبر، والتي نجحت في إنقاذ سفينة الإغاثة وكل من كانوا على متنها. شهدت السفينة الجانحة عدة محاولات لتحريكها وجرها نحو الشاطئ، لكن باءت كلها بالفشل. وحتى بعد استدعاء طاقمين مصري وهولندي واللذين عملا على تقطيعها لتسهيل تحريكها، لكن دون جدوى، وبقيت صوفيا جانحة في مكانها إلى اليوم. أما الأصوات المنبعثة منها فحقيقة لا يمكن تجاهلها، فبمجرد اقترابك من السفينة ستسمع أصواتا غريبة بسبب الرياح التي تدخل من الغرف وتخرج عبر النوافذ وكأنها تعزف موسيقى أفلام رعب. أما بخصوص الأضواء المنبعثة منها ليلا والأشباح التي تراودها، فالحكاية وما فيها أن مجموعة من المغامرين الذين أدمنوا التخييم في هذه المنطقة خافوا أن يفقد الشاطئ المعزول ميزته وهدوءه، فقاموا بإطلاق هذه الإشاعات في محاولة منهم لتنفيذ زواره الذين أصبحوا يتوافدون بكثافة ليكتشفوا سحره وجماله. هذا ما حدث مع السفينة صوفيا. وأنت، هل كنت تعرف حكاية هذه السفينة؟ وهل تنوي زيارة هذا الشاطئ في المستقبل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.